لعبة من ألعاب بابا وماما لسه مكملة معانا لحد دلوقتي وكلنا بنحبها. طبعا بابا وماما أكيد كنتوا بتلعبوا اللعبة دي وانتوا صغيرين صح؟ انت ما شفتهمش اه ايه؟ لا والله ولا عارف والله انت عارفها بس انت ما شو... انت شفت بابا وهو بيلعب؟ انا عارفها والله بقى عارفها بس انت شفته وهو بيلعب؟ لا اكيد لا. ما انا عرفتها بس من على الكرتون عشان كده بلعبها. اه ماشي طيب ورينا بقى شطارتك فيها بقى يا استاذ. اهم حاجه بقى ما نحطش ايدينا على الكراسي ما نجيش جنب كل كرسي كده. انا كنت بعمل الحركات دي وانا صغيره فما نعملهاش اوكي. يلا هنسمع مزيكا ونبتدي على طول. مزيكا لا سيبه سيبه يا احمد امشي قدامه امشي قدامه كمل كمل يا الكوش ده هو بيوسف سيبوه يلا اسرع اسرع يا ماما اسرع اسرع الله مين بقى تعالى يا يوسف كنت حاسه يا جماعه بقى كنت حاسه مش انت عارف عارف على هات كرسي وتعالى جنبي يلا معلش معلش تعالى اتفرج بقى على بابا وماما هما بيلعبوها يلا يلا مزيكا يلا يلا اي لا 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 هتطلعي بره لو عملت كده تاني معلش معلش ركز طب شهلي انت ايوه كده اسرعي اه 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 حدش يمسك كرسي يلا هدوخك لسه لسه ها في كرسي هنا في كرسي هنا يا عزوج يا فرهطت ولا دي تضحيه ماشي اوكي ادي الكرسي قال لي فرهطت بصراحه ما اتفضل حضرتك تعالى اقعد هنا اه انا قلت مضحي بس طلعت مفرد يلا 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 ايه ده احنا خلصنا ايه ده ايه ده فعلا ايه ده يلا 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 ما حدش يقف غير لما المزيكا تقف مين هيقع يا ترى مين طب ما يلا يا بابا هات كرسي وتعالى يلا انت برضه فرهطت شكلك يلا يا بابا يلا يا بابا يلا يلا الامهات مكمله وصامده شاطرين والله يلا اي اي ها امشي يا رهب امشي يا ماما يلا انا مراتي هتطلع دلوقتي اه ما طلعتش تعالي يا رهب تعالي هاتي كرسي وتعالي انا مراتي هتطلع دلوقتي قاعد على البحر بيقول لك انا مراتي هتطلع دلوقتي يلا ما طلعتش يلا اي اي يلا دايما لما المشاكل دي نحلها بعد الرحله يلا يا ماما يلا اي الله في كرسي ماشي يلا الحمد لله اثرت عليها اثرت عليها كان عندها ثقه اكتر من كده يلا حطوا الكرسيين في بعض يلا ماما هايله فين ما فين شايف مراتك شايف برافو كملها برافو لا نمشي بقى يلا اسرع اسرع انا هدوخك يلا ايه يا ايه ما انا ايه بنت يلا 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 كملي عادي عادي لا 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 بلاش الحركات دي تعالي يا لاريا تعالي يا لاريا تعالي يا لاريا ايوه يلا انت يلا انت ولا ادهم هنشوف هاتي كرسي ثانيه واحده ايوه ايوه هنشوف مين اللي هيكسب فيكم ماشي الحمد لله الفريق الاحمر فاز اخيرا عارفه ان انت عايزه تقولي كده اخيرا الفريق الاحمر فاز بس هنشوف ادهم ولا ماما يلا ها براحتك يا ادهم براحتك ما تسبقنيش ورايا يا ادهم اتفضل يا ادهم داخل ماما داخل اه قعدوا في نفس الوقت طبعا يلا تاني 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 لا قعدوا في نفس الوقت يلا تاني تاني يلا يلا هدوخك يلا ها ها ليه دخلت دي اختي ولا ايه؟ اه بس خلاص كنت حاسه هي داخت وانا عارفه ان ادهم هو اللي هيكسب تعالى هنا يا ادهم وها قد كسب ادهم عايزه اقول لكم على حاجه ادهم اللي بيكسبكم الاول اصلا فالحمد لله الفريق الاحمر كسب ادهم كسب في لعبه بابا وماما والحمد لله تعالوا نروح نشوف اللعبه الثانيه اللي عندنا بعدها برافو رحله سعيده رحله
جينا بقى لتحدي الكور والاجوال، كل زوجه عارفه تعمل ايه، ونبقى جاهزين كده اهو. طبعا اتفضلوا اتفضلوا اقعدوا قعده الاسره. يلا ايوه سلام، كل واحد حاطط ايده اوريدي يعني جاهز. يلا بينا نركز. ها الزوجات نركز، لا طبعا مش وقت واحد، مع ايدي نركز، مع العد نركز، انتوا الحبايبي نركز في الكور، هنجيبها بسرعه. يلا ريدي ستادي جو. واحد، الله يا ابني الله، واحد يا بنتي، ماشي الحمد لله. إيلاريا ويوسف ما تجروش من النص خالص. طب نجري اوكي. انت لعبتي اتنين؟ اه. انت مكمله، ماشي يلا اتنين. حلو قوي، من ورا بقى يا يوسف. تلاتة. الله الله، هاتي الكرة بسرعة. يلا تلاتة. ماشي. هاتي الكرة بسرعة. ماشي يلا أربعة. إيه ده؟ ينفع كده يا جو؟ بذمتك ينفع يا يوسف؟ بذمتك ينفع تعدي من هنا؟ مش قلنا محدش يعدي من جوه؟ ما تعديش من جوه يا يوسف. يلا أربعة. حلو قوي. خمسة. أيوة أيوة أنا عايزة الحماس ده. خمسة. الله يا أستاذ عماد. حلو قوي. يلا بسرعة. ستة. الله الله. ستة. حلو حلو قوي ده. سبعة. ثانية واحدة. أنا شفتك يا أستاذ أحمد. والله شفتك. والله ما عدت. شفتك. شفتك. أنا صدتها. ما صدتها بإيديك، طلعتها بره بعد ما دخلت جوه. واحد صفر لصالح الفريق الأصفر. سبعة. اتنين صفر لصالح الفريق الاصفر. شفت جاتلك جاتلك صريحة اهي. سبعة. معلش فرحة الجول. يلا تمانية. ماشي قدام قدام. ماشي فاضل تمانية عند الفريق الاحمر. يلا بسرعة يا يوسف، انا هبهدلك النهاردة. يلا تمانية يا ماما، دوس اضرب. برافو. تسعة. ايه حلو. ها تسعة. برافو. ها عشرة. يا سلام يا سلام. ايوه كده ايوه كده، صحصحتي كده. اخر كوره واخر فرصه. عشرة. الله. اتنين صفر لصالح الفريق الاصفر، والفريق الاصفر متقدم لسه. حاجه جميله جميله جميله. يلا نروح نكمل بقى العابنا وتحدياتنا.